حتى يحين موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لتكليف رئيس للحكومة. أسماء عدة يجري التداول بها تبرز لأول مرة لدخول نادي رؤساء الحكومات، والأبرز الناشطة سارة اليافي، وهي حفيدة الرئيس عبد الله اليافي الذي رأس الحكومة 11 مرة. الأولى كانت عام 38 في عهد الانتداب، والأخيرة عام 69 في عهد الرئيس شار الحلو. الناشطة اليافي تقدم نفسها على أنها تعمل كمستشارة سياسية، وهي حاصلة على ماستر في العلوم السياسية من جامعة هارفارد. بيروت، I'm joined by Sara Ayafi, who is a public policy consultant and political activist. Practicing policy of a passive laissez-faire and kicking the can at the expense of the population, of which 50% are below the poverty line. 50%. They are mafia lords, militia lords. الاسم الثاني المتداول هو الناشط السياسي حسن سنو، مهندس صناعي مختص في بحوث الإدارة والعمليات. سنو سحب ترشيحه من النيابة لعدم انسجامه مع بعض أعضاء لائحة بيروت التغيير بحسب ما تؤكد المصادر. أنا حسن سنو، عضو مؤسس بلانا حزب ديمقراطي اجتماعي، بعلن اليوم انسحابي من الانتخابات النيابية لأنه ما قدرنا نوصل للمطرح اللي كنا نطمح له. لائحة موحدة بتعبر عن كل شرائح المجتمع البيروتي. الاسم الثالث المتداول هو مدير المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية فرع بيروت الدكتور خالد زيدي ابن مدينة طرابلس، حيد نفسه عن الانتخابات النيابية. عين في العام 2006 سفيرا في مصر والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية، وشغل المنصبين حتى العام 2016. لديه علاقات جيدة بالدول العربية. أكثر غياب عن طرابلس كان الفترة اللي عشتها في مصر كسفير للبنان، لكن هذا لم يكن غياب المهاجرين، أنا كنت أعود إلى لبنان كل 3 شهور وأعود إلى طرابلس. مشهد دخول نواب قوى التغيير لأول مرة إلى القصر الجمهوري ستكون مختلفة تماما عن دخولهم كمجموعة إلى البرلمان. مدة لقائهم مع رئيس الجمهورية ساعة كاملة، وتسميتهم ستكون موحدة. وعلى الرغم من أن دخان الخلاف متصاعد، لكن كما تؤكد النائبة بولا يعقوبيان فهو اختلاف في وجهات النظر متكتمة عن الأسماء المطروحة. لا يوجد خلافات إطلاقا، في اختلافات أحيانا بوجهات النظر، كل نائب طرح اسم أو أكثر. هيدي الأسماء عم نجوجلها، مش بس عم نجوجلها، عم نقوم بمقابلات معهم عبر زوم أو حتى إذا في إمكانية نشوفهم شخصيا. العودة لسارة اليافي وللأسماء اللي ليه عم بتصري على هيدا الاسم؟ لأنه كثير بارز، لأنه كثير حكى عنه. صحيح، لأقول لك نحن طرحنا أكثر من اسم، ما بدي فوت بالاسماء لانه ممكن حتى هيدي الاسماء نحن مش اخذين اذنها اذا بدنا نطرح اسماء او لا. ما بدي فوت سارة اليافي بطريقه جديه. صحيح، وانا طرحتها بقلك بكل صراحه، بس اليوم ما لي حق اقول اسم وما اقول اسم اخر، قلت اكثر من اسم، انا طرحت سله اسماء بعتبر هيدي الاسماء ممكن تعمل اختلاف، تعمل فرق. فصل النيابه عن الوزاره هو معيار اساسي وضعه نواب التغيير لتسميه رئيسا للحكومه، هذا المعيار قد يجري تخطيه، لكن الثابت تسميه شخصيه من خارج الطبقه السياسيه التقليديه، والسؤال الابرز لماذا لا يتم اختيار شخصيه يمكن ان تلقى قبول كتل نيابيه اخرى؟ نحن نتوجه الى يعني وضع هذا المعيار كمعيار أساسي وهو فصل النيابة عن الوزارة على كل الصعد. هلأ إذا توافقوا 13 رجعوا توافقوا على ترشيح أحد، ما حتى رح يجي يوقف ضد إجماع وضد وحدة هيدي المجموعة. بدنا نجيب اسم نحن نقدر ندافع عن خيارنا فيه ونقول هذا هو الخيار الجيد، بحبوا آخرين يلاقونا ويدعموا هذا الاسم بيكون شيء كتير منيح، بيكون شيء عظيم. وإذا فعلا مئاتي عنده بس 59، أنا بعتقد عنده أكثر للأسف، لأنه هو مجموعة الكذابين الحاكمين شفنا كتير منيح كيف راحوا أوحوا أنه هنالك أكترية ما بالمجلس النيابي، وتبين أنه بري بجيب 65 صوت وأنه أبو صعب بجيب 65 صوت وألاعوم بجيب 65 صوت وأنيها الأكترية. فلذلك ما حدا بقى يضحك على الناس، بيقدروا يأمنوا الأكترية اللي بدهم إياها وقت اللي بدهم. لم يحسم إذن نواب قوى التغيير موقفهم حتى الساعة، والجهد المبذول في تشكيل الحكومة ينطلق من جدية تسمية رئيس لها ووزراء جدد قادرين على استكمال المفاوضات مع صندوق النقد وحسم كيفية توزيع خسائر المصارف. ريم حمدان، قناة الجديد.